طيب هنروح نشوف تقرير عن زيارة وفد إعلامي إفريقي لفين؟ لمدينة الإنتاج الإعلامي. نرجع مرة تانية. الحين الوفد الافريقي النهارده قابل فضيله الشيخ الازهر، والمقابله كانت اكثر من رائعه الحقيقه. يعني هو اوضح لهم نقاط كتير جدا ما كانتش واضحه بالنسبه لهم. يعني مثلا هو قال لهم حاجه معلومه، انه الازهر عنده 5000 طالب افريقي بيتعلموا في اروقه الازهر، من هؤلاء في 700 نساء سيدات او بنات. يعني الحقيقه ده ان دل على شيء، دل على التسامح، دل على اهميه الازهر في افريقيا، دل على انه الازهر وان الاسلام لا يفرق بين رجل وبين امراه. ايضا هناك منح افريقيه كثيره جدا. ايضا ذكر ليهم ان هناك كان في 8 بعثات وقوافل طبيه كانت أرسلها الأزهر إلى أفريقيا بعد زيارة فضيلته لنيجيريا، والناس اللي هم عانوا من بوكو حرام هناك. نحن سعداء بوجودكم معنا في مصر بلدكم الثاني. نحن سعداء بانتمائنا للقارة الأفريقية، وأتمنى أن يكون هناك تعاون مثمر دائما بين الدول الأفريقية في كل المجالات، في مجال الاقتصاد، في مجال الاستثمار، في مجال التجارة. لابد أن نتعاون، ليس هناك من سبيل للتقدم ورفاهية الشعوب إلا بالتعاون بين الشعوب بعضها البعض، حتى نتكامل ونحقق مصالحنا ومصالح شعوبنا. المحكمة الدستورية هنا، في المحكمة الدستورية الحقيقة هم اتكلموا على الدستور المصري واختلافوا عن الدستور الدساتير الأخرى، لأن كل دولة ليها الدستور بتاعها، وكيفية عمل المحكمة الدستورية المصرية، وسألوا أسئلة بالنسبة للدستور، بالنسبة لكيفية المحكمة بتتعامل ازاي مع القضايا المختلفة. الانطباع الذي تكون لدي بعد زيارة اليوم لجامعة الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر هو كأنك تضيء مناطق كانت مظلمة في تصوراتك، فما تتصوره عن شيء ما وأنت بعيد عنه يختلف كليا عندما تراه عن قرب. فمن خلال الشرح الذي قدم لنا أدركت أن جامعة الأزهر هي الرافد الأساسي لتدريس الإسلام، والإسلام هو دين يقر السلام وحب الآخر وتقبله. كذلك زرنا المحكمة الدستورية العليا بما لها من تاريخ عريق، وتعرفنا على الإجراءات التي تنظمها، مثل كيفية اختيار القضاء ومقدار القوة التي تتمتع به وما إلى ذلك من معلومات عن هذه المحكمة العريقة. زيارتنا للمسجد الأزهر كانت شيقة جدا، وكذلك لقاؤنا بفضيلة الإمام الأكبر وما عرفناه عن جهودهم المبذولة لحماية صغار الشباب من الوقوع كضحايا للأفكار الراديكالية المغلوطة عن الإسلام والتي تبثها الجماعات المتطرفة مثل بوكو حرام وداعش. وكذلك زيارتنا للمحكمة الدستورية كانت جيدة للغاية، وانبهرنا هناك بالتاريخ العريق الطويل الذي يمتد لأكثر من 200 عام.